السلام عليكم حبيباتي، صحفتكم صحة رمضانكم، مرحبا بكم في غسلة ليلي. اليوم ان شاء الله كما العادة راح نتقاسم معكم يعني الطابلة تاعي، الطاولة تاعي ان شاء الله تعجبكم. راح نديرو مطلوع، يعني راح نديرو جوج وصفات، وصفة تاع المطلوع ووصفة تاع الرولي تاع الدجاج بالزيتون والشامبينيون بالفطر، يجي هايل يحمر الوجه، يعني يصلح مام للضيوف. المطلوع هذا بالفرينة، مطلوع سريع وبنين بزاف، يعني شو كيجي يجي خفيف. وهنا تلقيت لكم تاع الكوشة، يعني شوفوا معايا حبيباتي تاع الكوشه، ها وينا مازال حامي، يجي خاوي من الداخل ويجي هايل. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم حبيباتي، بقوا معنا. ولا حبيباتي نبدو ان شاء الله نديرو، بسم الله نديرو الطبق تاعنا الرئيسي. الوغ هنايا راح نديرو رولي بالدجاج، رولي او بولي. هنايا ديت دجاج، كفته تاع دجاج عند البوشي يطحنها ولا طحنوها في الدار. انا هنايا ديت على 3 مخصو على حسب رفات العائله، يعني المخصو لي جوغلاط بيان سور قريبه كيلو، طحنتها في الدار كفته تاع الدجاج. هنايا درت التوابل لي زيبيس، يعني تصنتوا معايا مليح اخوات. الوغ لي زيبيس، هنا عندي الكركم ملعقه صغيره معمره تاع كركم اللي هو كركما، عندي هنايا نصف ملعقه تاع كرويه اللي هي كارفي، كاين شحال من اخت تقصيني يعني التوابل بالفرنسيه كارفي، كرويه سي كارفي. الوغ هنا عندي مغرف تاع لا موتارد، اون كويير ا سوب، ملعقه كبيره موتارد اللي هو الخردل. هنا عندي ثوم، ثلاث فصوص تاع الثوم اللي ربيتهم، عندي بيرسيل اللي هو المعدنوس، عندي لا شابلوغ زوج ملاعق كبار معمرين دو كويير ا سوب تاع لا شابلوغ. هنا عندي اون دومي كويير تاع قرفه لا كانيل، عندي سكنجبير اللي هو جانجومبر اون كويير اكافي بيان سور، هذا مكان، والملح لو سال هذا مكان. الوغ هنايا شنو غادي ندير، نتمنى تكونوا فهمتوا التوابل. لا موتارد هنايا ندير حبه بيض النف، غادي نجيب شويه تاع الزيت نديره في اللحم تاعي كما تقدروا ديروا السمن باش اللحم تاعنا يقعد طري. 2 ملاعق كبار كما هكا دو كويير ا سوب، فوالا. هنايا غادي نخلط كل شيء، فوالا هاو لا موتارد كاع تخلط بيان لا شابور، فوالا جو ميلونج بيان، نخلط مليح. فوالا حبيباتي، يعني خلطت مليح الدجاج تاعي، هاوينا. هنايا درت دو ساشي، يعني لو فيم اليمونتيغ، يعني درت زوج كما طلعتو معايا. هنايا كاين هذا ها هو الاول، كاين هذا هنايا، هذا الزوج هاوينا، هذا هو كيف تكون تشوفوا. الوغ هنايا غادي نجيب السقمه مليح، هنا نحلها مليح، فوالا نجيب الدجاج تاعي ونحله هنايا. فوالا فوالا البنات، راني درت الجبن تاعي، درتها غير هنايا ما رحتش لهيها، يعني غير هنا النص كيما هكا. هنا غنجيب الجبن المبشور اختيار، تقدروا ما ديروش، انا غادي ندير، باغي الطبق تاعي ما فيه بيان الجبن. فوالا هنايا غادي ندير الجبن هذا المبشور كيما هكا، فوالا ندير بتي فون اللي بقالي ما عنديش بزاف، فوالا كيما هكا غير شويه ماشي بزاف. فوالا هنايا بسم الله نبدا، يعني بال هاد لو فيم اليمونتيغ، يعني شوفوا هو اللي غادي يساعدكم، بسم الله هو اللي يساعدكم باش يعني حاولوا دوروا كاع، ولا اللي يساعدكم باش دوروا الاخر تاعكم الرولي تاعكم. ابخي غيبي، يعني غيبي ودورو وحاولوا تزيروا. فوالا كيما هكا شوفوا، هاي ساهله مهله وهو يساعدكم. هذا قلع تاع الاول هو طار، نعاود بهذا الزاوج. فوالا شوفوا كي راه الرولي تاعنا هكا. ابخي هنايا نعاود نرد كيما هكا السقمه مليح بيديا، هاهينا فوالا هنايا السقمه مليح بيديا. فوالا ندير شويه زيت باش ما يلصقليش، ديري شويه زيت مريم، ديري شويه زيت بنتي، ها مريم دخلت من ليكور سي بون. ديري ديري فرغي لي شويه هنايا، غير شويه عاد تفرغي لي بزاف، غير شويه ديري صاي صاي سي بون، حكي حكي تحفظ لك الزيت، مسحي مسحي بلا الشيفون مسحي، غادي كاع ندوب في كرعينا سيرتو الزيت، هذا فوقنا زيت في النار صاي الدار تولي غير الزيت من بعد. الوغ هنايا نسكر مليح بيديا كيما هاك، يعني شوفوا معايا هاوينا يكون كاع مستوى، يكون كاع نيفو واحد فوالا.
تخدموا مليح كيما هكا. يعني شوف فوالا كيما هكا ندخلوا الفرن، الفرن تاعي يعني محمياتها من قبل. نتمنى تكونوا وتشوفوا هاوينا، شوفوا كي جا راكم تشوفوا. ها ايوا هذه هي سقمها مليح، يعني سقمو مليح طوب بودا، يعني الشكل بودا مليح، حربوش كما نقولوا. فوالا بودا مليح كيما هاك. هنايا غير نعاود نرد عليه لو فيم اليمونتير كيما هكا، غادي يطيب لي في لو فيم اليمونتير. هنايا نجيب الورق الزبده تاني نتاع لي ورق الزبده، يعني شوفوا كي راه دي ورق الزبده هنا حبيباتي. فوالا الكاميرا طيح لي. فوالا سي بون. هنايا جبت هذا لو فيم اليمونتير، هذا جبت هذا تاني نلويه فيه هذا تاني. فوالا غيب شويه سحفو غيب شويه. فوالا نحاول ندورها مليح زقمه. فوالا ندورها هنايا في هذا البابي كويسون، ابخي نديرها في الالومنيوم. مريم جيب لي الالومنيوم، نسيت نجيبها معايا، نعاود نديرها في الالومنيوم. يعني شوفوا معايا هاوينا شو كي جرى كبير تاعي، باسكو درت انايا كيلو تاع اسكالوب، نتوما ديرو غير قلة ديرو نص. فوالا البنات جبت سني كبير على حساب البلا تاعي. البابي الومنيوم ما عنديش، معليش سي با غاف، نديرها في هذا كيما هكا، معليش سي با غاف، نكتب هنايا في هذا بابي كويسون. نتوما كاع عندكم بابي الومنيوم لو في بابي الومنيوم. فوالا انا ما عنديش سي با غاف، نديرها في هذا وصاي. هنايا نجيب شويه ماء. فوالا نجيب شويه ماء. فوالا البنات درت الماء هنايا، درت كاس كبير وزوج كيسان يكونوا صغار. الفرن تاعي حميته على 200 درجه 220، غادي ندخلها يطيب، ما يديش وقت بزاف، يعني البلونك بولي بالخف يطيب واحد نص ساعه ولا هذا ما كان تخرج حتى ينشف. نطيبه ودوك نفوتو نديرو الصلصه. فوالا حبيباتي ندير في الزيتون تاع الغولي تاعنا تاع الدجاج هنايا مع الشامبينيون بيان سور، اختيار الشامبينيون تبدلو غير الزيتون وحده ولا غير الشامبينيون وحده. هنا درت شويه زبده، درت شويه تاع الزيت، يعني شويه جوج ملاعق كبيره تاع الزيت، امتي مخصو قد ملعقه كبيره تاع زبده. درت حبه بصل قطعتها كما راكم تشوفوا، فوالا قطع صغيره امتي دي بتي مخصو افيك اللاي اللي هو الثوم. درت جوج فصوص تاع اللاي ايا وقطعتهم، راهم يتقلو هنايا في الكسمو في المقله. وهذيك لاصوص اللي يعطي فيها الدجاج غادي نمرق ضروب بالماء عادي، هذيك لاصوص نديرها حتى من بعد في الاخير نديرها. دوك تشوفوا معايا غير ما غادي تجي بنينه. هنا خليت تقلى مليح هذا تاعنا البصل. هنا حبيباتي درت ملعقه كبيره تاع فارينا لافارين، نحلها هنايا تتقلى مليح هنايا، حيروها مليح في الزبده ولا حمصوها كما نقولوا. فوالا كيما هكا تحمص، من بعد يعني شوفوا معايا كي راهي. هنايا ندير الماء، انا عندي امبول غرفيه تاع الماء، نحرك ونجيب الزيتون تاعي. فوالا حبيباتي درت الزيتون وشامبينيون. هنا عندي كركم، يعني التوابل ديروا كركم، ديروا فلفل ابيض الاسود شويه، ندير سكنجبير، ندير شويه ملح، الملح ما كتروش باسكو الزيتون مالح. بون الزيتون تاعي انا درته في الماء، خليته في الماء ربع سوايع ولا كاع النهار ولا كاع الصباح، وشاك فوا بدلو له الماء ولا سينو كنتو مقلقين غلوه في الماء عادي دو فوا تخوا فوا كيما داري ديروا الزيتون تاعكم. انا ما غليتهش، درته في الماء، يعني كي ديروا في الماء كاع الملوحيه هذيك تروح. انا ندير شويه تاع هذاك تاع الملح ونقص له، ونخلي الزيتون تاعي يتجمر في غرده بلا ما طابلي الرولي تاعي قريب يطيب صايي. يعني هذه المرحله تاع الزيتون ديروها من الرولي تاعكم يكون قريب يطيب، تبقى لك 10 دقائق ولا مرقوا الزيتون تاعكم باش لاصوص اللي غتبقى على الرولي غادي نفرغوها هنايا ونديروا عليها لاك. هاو الزيتون تاعنا سي بون، الرولي تاعي راه طاب ريحته من الفرن. هنا درت كريمه طازجه او سائله اللي تكون متوفره عندكم 2 ملاعق درتها هنايا. وهنايا غادي نجيب لاصوص تاع البول اللي طفيها، نديرها هنايا باش تلق البنه في الزيتون تاعنا، ونخليها حتى تعقد لي لاصوص تاعي. يعني كي نديرو لا كريم ليكيد هاي تعقد لنا، خلو واحد 10 دقائق تعقد لنا مليح ونشوفو ان شاء الله الطبق تاعنا جاهز.
ولا البنات انا راح نديرو مطلوح. شوفوا راح ندير مطلوح في تاع الطاجين، راح ندير يعني بنفس عجينه ندير في الفرن تاني كاع، يعني خبزه ولا زوج نشوف شحال تقطع لي. يعني هذا المطلوح راح نديرو ان دو تخوا يعني سريع كما نقول انايا. فوالا ديت كيلو فرينه، تبغوا ديروا اكثر ديروا اكثر. بالك زيد شويه فرينه، قاعد شو زيد شويه فرينة. فوالا زيد شويه فرينه هنايا، فوالا شويه هنايا ندير زوج ثلاث ملاعق، ماشي زوج، ثلاث ملاعق كبار تاع خميره الخبز، ثلاثه كبار شوفوا معايا. فوالا ندير معاها مغرف تاع السكر، ندير معاها مغرف ولا زوج تاع خل، زوج تاع خل فاينه عندي بزاف، ندير زوج هنايا. ندير هنايا شويه تاع الزيت ولا زيت الزيتون باش يقعد طري، يجينا طري. فوالا حوالي 3 ملاعق كبار هاك الزيت عندك، نحرك نخلط بيتو. وهنا عندي المحامي، يعني هذا المطلوع يعني سريع تاع ان دو تخوا. بسم الله، يعني البارح درت المطلوع وريته في الديبي تاع الفيديو وتلاقيت تعليقات، يعني الاخوات قالوا لي بلي محروق شويه شويه زايد لها طيب، يعني شي محروق، يعني حاجه محروقه اللي صاي يكون محروق كاع كحل اللي ما نجموش ناكلوها نقيزوها، هذا هو المحروق. يعني كان زيت له صبغي في الطياب، يعني غفلت عليه شويه راكم عارفين في رمضان غفلت عليه شويه، تلقيته شويه يعني زايد له في الطياب. هذه هي الوغ، هذا ان شاء الله نعسوه نعسه هذه هي ونخلط مليح بيان، ومن بعد نقعد نضرب بيديا كيما السفنج. فوالا نجريها المطبخ تاعنا هذا غادي نجروه. فوالا كيما هكا، يعني في الاولى تجروه هاوينا شوفوا معايا، يعني راه جاري ما راهش نقولوا حنايا حاكم نروح. الو نقعد غير هكا بيديا، ندخل مليح الفرينه الماء اللي درناه كاع، هي الملح ندير الملح شيله تسيت الملح. فوالا حوالي نص ملعقه كبيره اللي فكرته كل بغينا ناكل مطلوع مسوس مالح صامط وغوز ما تفكرته الملح. فوالا ندخل غير هكا بصباعي ومن بعد نقعد نضرب بيديا كيما السفنج، نقعد كيما هكا. بصح الاولى مازال راه محبب العجينه محبه، الو نقعد غير كيما هكا حتى رطبها شويه. مريم كي مع البيبان شويه مدوزه معاه، هات وجدت في المعقوده مريم دافلي لي زيبيسو كاع ميشيل. فوالا نضربه كي السفنج. فوالا حبيباتي انا ضربته، يعني شوفوا واش طعم العجين، شوفوا يعني ضربوا شويه، درت شويه زيت دروك على فان، درت شويه زيت، يعني شو لاباط تاعنا كي تجي رطبه كيما السفنج، يعني كيما السفنج كيف كيف. هنا نغطي خليه يخمر يخمر يعني خطره ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. ولا حبيباتي العجينه تاعي يعني شوفوا راه تضاعف الحجم تاعها، هنايا غادي ديغازيها يعني نشمخ يديا في الماء المحامي ديغازيها ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. ولا حبيباتي راني خبزت زيتو في الورق الزبده، هذا المطلوع هذا المطلوع راني نغطي نخير تاع واحد 10 دقائق ربع ساعه. وهنايا راني دايره الخبز تاع الكوشه، غادي ندير ثلاثه، يعني شوفوا وحده مازال باقيت لي هنا وحده، ثلاثه تاع الكوشه وزوج مطلوعات نخليهم يريحوا 10 دقائق ربع ساعه ونطيبهم، يعني عادي في نطيب مطلوع في الطاجين وهنا ندخلهم الكوشه. الكوشه باغ كونت خلي يكون محميتها من قبل على اعلى درجه، يعني 250 دغري اعلى درجه، وندخلهم هكا ونخليهم على اعلى درجه باش الخبز تاعنا تاع الكوشه يجي منتفخ ويجي خاوي من الداخل ويجي شباب. هذه يا حبيبات راني نطيب في المطلوع تاعي، يعني رفدوه بورق الزبده، الطاجين يكون حامي من قبل يعني، وحطوه يعني يجيكم فاسيل يعني ساهل ماشي صعيب. وهنا يعني قلبته يعني متبقاش يدير الجلفه بزاف، يعني غير ابان يدير اللون كيما هكا قلبوه باش ما يجيكمش يابس، عاود قلبوه يعني نقول نقلب فيه كيما هكا حتى نحمره كاع. هذه هي من بعد نطيبه هنايا في الكوتي في الحواشي هنايا نوقفه ونطيبه. هذه حبيباتي نشوفوا المطلوع تاعنا. ولا حبيباتي هما الاطباق نتاعنا اللي حضرناهم، رولي تاع الدجاج هاولينا فريمون يجي هايم قربها لكم، صاي بدا يأذن عندنا بدات يبداو يحلوا الصيام، يعني شوفوا الرولي تاعنا كي يجي يجي هايل. الدنيا ديال الدهنايه في
فوالا هكا باش تشوفوا مليح. هذا هو هنا كفكره درت لكم هذه السلطه عمرتها بالاختيشو يعني القرنع. درت يعني هذا الروز وكاع عمرته هنايا في القرنع يعني كفكره. تا مايونيز فينيغريت وخلطتها يعني الفطور تاعنا. وها هو الخبز تاعنا يعني شو كيجي يجي خاوي من الداخل يجي هايل تاع الكوشه هذا والمطلوع راهينا فريمون يجي روعه والرعيسه مطلوع فوالا مطلوع. هذه يا حبيباتي درنا حريره درنا السلاطه اللي درتها مريم بنتي هاي وينا درنا معقوده يعني شوفوا الاطباق نتاعنا معقوده ها راهي وينا يعني كما العاده. هذه هي نتمنى ان شاء الله الوصفات يعجبوكم ونتمنى لكم تجربوا هذا الرولي فريمون يجي روعه يعجبني بزاف. صحه فطوركم صحه رمضانكم حبيباتي. نتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى ما تنسوني يجيب لي لايك ونوري لكم يعني لامبيونس تاع البلاد. فوالا هذه يا حبيباتي تهلاو في روحكم والسلام.